ورحب بكم مشاهدينا الأعزاء عبر فضائيات نورسات وتلفزيون تليلومير، والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس: بقربنا من الله ننفتح على الحب وننمو في الخير. إرادة ملكية بتعيين قضاة في محكمة الكنيسة الإنجيلية الأسقفية العربية. البطريرك ثيوفيلوس يرعى حفل تخريج طلبة مدارس البطريركية. الكنائس الكاثوليكية تحيي الحج المسيحي إلى مزار سيدة الجبل. وفيها أيضاً: بطريركية القدس للاتين تحتفل بعيد القديس أنطونيوس البدواني. أهلاً بكم. تلا قداسة البابا فرانسيس صلاة تبشير الملائكة مع وفود الحجاج والمؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: إذا أردنا أن نكون رسلاً صالحين علينا أن نكون مثل الأطفال، فنجلس على ركبتي الله وننظر من هناك إلى العالم بثقة ومحبة، لكي نشهد أن الله وحده يحول قلوبنا ويمنحنا الفرح والسلام اللذين لا يمكننا أن نحصل عليهما بأنفسنا. وأضاف قداسته يقول: علينا أن نعلن أن الله قريب بالقيام بالعديد من تصرفات المحبة والرجاء باسم الرب، وأن نعرف كيف نبعث الشجاعة في الآخرين ونقترب من الذي يتألم ومن الذي يعادينا. وختم قائلا: لنرفع صلاتنا إلى العذراء مريم لكي تساعدنا لنشعر بأننا محبوبون وننقل لبعضنا بعضا الثقة والقرب. صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، والذي يتعلق بتعيين القاضي الكنسي القسيس فائق حليم فرح حداد والقاضي الكنسي القسيس سمير أسعيد في محكمة الاستئناف الكنسية للطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية. كما صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على تعيين القسيس خالد منير خليل فريج والقسيس إبراهيم خليل نيروز والقسيس جميل منير خضر والقسيس عماد موسى داود حداد في محكمة البداية الكنسية للطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية. في حفل بهيج رعى غبطة بطريرك المدينة المقدسة كيريوس ثيوفيلوس الثالث، وبحضور سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس، حفل تخريج طلبة الثانوية العامة لمدارس بطريركية الروم الأرثوذكس في كل من عمان ومادبة والعقبة وفحيص والزرقاء، وذلك على مسرح قصر الثقافة الملكي بمدينة الحسين الرياضية. حضر الحفل الذي تخلله فقرات غنائية وطنية عدد كبير من الشخصيات الدينية والرسمية، والسيدة لين مدانات المديرة العامة لمدارس البطريركية، وجمع غفير من أهالي الخريجين. واستقبل موكب الخريجين على وقع عزف الفرق الموسيقية الكشفية وكورالي مدارس البطريركية. وتضمن الحفل كلمات للطلاب والطالبات. بعدها وزع غبطته الشهادات والدروع على مدراء المدارس والخريجين والخريجات، متمنيا للجميع مستقبلا متميزا محققين أحلامهم وأخلاقهم الكريمة. أصدر غبطة البطريرك بير باتيسا باتسابالا بطريرك القدس للاتين مرسوما بالتعيينات الجديدة لبعض كهنة الأبرشية للسنة الرعوية لعام 2023 و2024، وسيتسلم الكهنة مواقعهم الجديدة في الأردن وفلسطين والخارج في موعد أقصاه 20 من شهر آب المقبل. وقد شملت لائحة التعيينات بعض المناصب الإدارية وتنقلات لبعض الكهنة بين الرعاية وإفادة بعض الكهنة لإكمال دراستهم خارج البلاد. كل التوفيق لكهنتنا الأعزاء في خدماتهم الجديدة. بحضور فعاليات دينية ورسمية ودبلوماسية وشعبية حاشدة ومشاركة واسعة من رعاية الكنيسة الكاثوليكية في المملكة، أحيا المؤمنون الحج المسيحي في مزار سيدة الجبل ببلدة عنجر التابعة لمحافظة عجلون، وذلك في قداس إلهي ترأسه سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. Oh.
أحيا الآلاف من رعايا الكنيسة الكاثوليكية في مختلف مناطق المملكة الحج المسيحي إلى مزار سيدة الجبل بمدينة عنجرة بحضور محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف ومدير شرطة المحافظة العقيد وصف العزام وشخصيات دينية ورسمية وحجدا من أبناء محافظة عجلون. وقد شارك المؤمنون في القداس الإلهي الذي ترأسه سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن بحضور السفير الرسولي المطران جوفاني دالتوزو وعددا من السفراء الأجانب وجمع من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات وحشد كبير لرعاية من عدة كنائس محلية. وفي عدة القداس الذي ابتدأ بصلاة المسبحة الوردية دعا المطران خضر الله تعالى أن يديم نعمة الاستقرار في الأردن وأن يحفظ قيادته الهاشمية وشعبه الكريم، مشيرا إلى أن الوئام الديني في المملكة يعتبر نموذجا فريدا على مستوى العالم، كما رفع الصلاة من أجل العائلات والمسنين والمرضى ومن أجل السلام في كل أنحاء العالم. خلينا نتأمل في حياة مريم العذراء مشان نتعلم منها. هي أم اللي بتعلمنا، وزيارتنا لها اليوم في هذا المزار هي حتى نتعلم منها أيضا ما معنى أن تلتقي مع الله ومن ثم تبادر مسرعة إلى اللقاء مع القريب وإلى خدمته. مريم العذراء نقلت إلى إليصابات الفرح، نقلت الفرح. الروح القدس الذي حل على مريم في البشارة يحل على إليصابات ويملأها فرحا، ما أن وقع صوت سلامك في أذني حتى ارتكض الجنين ابتهاجا في بطني. مريم عندما تلتقي مع الآخرين تكون سبب فرح لهم، لأنها تنقل لهم حضور الله، تكون سبب فرح. كما بنتذكر في عرس قانا الجليل وجودها كان سبب فرح لأهل العرس ولكل المشاركين. يسوع كان معها، ولكن لقاها مع القريب، زيارتها للقريب ليس زيارة مجاملة ولكن تنقل الفرح. مريم العذراء تكون سبب فرح، فلنذكر هذا المثال لكي نتعلم منها أيضا أن نكون سبب فرح حقيقي لكل من نلتقي معهم. سبب هذا الفرح هو حضور الله، روح القدس اللي حل على مريم العذراء، روح القدس اللي حل على إليصابات، فمنح هذا الفرح، الفرح في حضور الله، في العمل بمشيئة الله، بخلاص الله. تبتهج روحي بالله مخلصي. كما ألقى السفير البابوي كلمة دعا فيها الجميع إلى رفع الصلاة من أجل شفاء قداسة البابا فرانسيس، مستعرضا في كلمته دور السيدة مريم العذراء في خدمة شعبها والكنيسة. أنا اليوم كتير مبسوط لوجودي هون بيناتكم، خاصة في هذا المزار المكرس لسيدة الجبل، وزي كتير من المحلات الأماكن الموجودة في العالم هذا المكان موجود بالجبال، لأنه من دائما الجبل هو منطقة مكان لقاء مع الله. الإنجيل اليوم كان عن مريم العذراء التي
طلع من النصر من بعد البشارة وراحت مسرية لعند إليصابات. إنه صحيح أننا جينا هنا على الجبل، ولكن صحيح أكثر إن العذراء إجت للقائنا على الجبل. هي تريد أن تتكلم معنا وتريد أن تلتقي بنا، وهي محتاجة أننا نأخذ ابنها للعالم. دائما مريم العذراء تيجي للقائنا لكي قوي فينا إيماننا في يسوع المسيح. ووجه الأب يوسف فرانسيس كاهن رعية اللاتين في عنجرة كلمة شكر فيها الحضور على مشاركتهم في إحياء يوم الحج المبارك، كما قدم الشكر لمسؤولي محافظة عجلون ولوزارة السياحة والأثار ولكافة الأجهزة الأمنية في المحافظة التي قدمت تسهيلات كبيرة لإحياء هذا الاحتفال. بس بحب أشكر باسمي، باسم رهبان الكلمة المتجسد، وباسم أبناء الرعية سيدنا المطران جمال دعيبس. شكرا سيدنا على الحضور. بنشكره على تراوسه القداس، وبنشكره كمان على كرزته الجميلة للعذراء. شكرا كثير سيدنا. نشكر كمان سيادة المطران جوفاني باولو ديلتوسو سفير الفاتيكان، أول زيارة لي في عنجرة. شكرا كثير سيدنا على الزيارة. نشكر جميع الآباء الكهنة، الإخوات الراهبات، وجميع الحجاج اللي شاركوا في احتفال النهاردة. كل الشكر لكم. بحب أشكر بنوع خاص وزارة السياحة، وزارة السياحة الأردنية وهيئة تنشيط السياحة لدعمهم في إنجاح هذا الحفل بتوفير البساط لنقل الحجاج من كل المملكة لعنجرة. شكراً كثير لهم. نشكر كمان عطوفة محافظ عجلون وكافة الأجهزة الأمنية وعطوفة رئيس البلدية بعنجرة. شكراً كثير لهم. أشكر بنوع خاص أبناء رعية عنجرة. شكراً كثير لهم، لأنه إنجاح الحفل ما كانش هيكون بدونهم وشغلهم وتعبهم معاي. شكراً كثير لكم. بشكر اللجنة المنظمة، بشكر الأخوية، بشكر الرهبات، وبشكر الكورال. شكراً كثير. وكمان بحب أشكر كشافة مدبة وكشافة الزرقاء موجودين معانا. بشكركم جميعاً على تحملكم مشقة السفر عشان خاطر تيجوا النهاردة تشاركونا في احتفال سيدة الجبل، وكل سنة وانتم طيبين. شكراً لكم. وبعد القداس قدمت المرنمة الدكتورة هبة عباسي باقة من الترانيم الإيمانية، كما شارك في الاحتفال جوقة الكنيسة في عنجرة ومجموعات كشفية من الزرقاء ومادبة. وفي ختام الاحتفال تبادل الحضور التهاني بهذه المناسبة المباركة. في قداس إلهي مهيب منح غبطة البطريرك بيربتيسا باتسابالا في كنيسة سيدة البشارة في بيت جالا الرسامة الشماسية الإنجيلية للشدياق باسل حنا برانسي بحضور عدد من الأباء الكهنة والرهبان والراهبات وحشدا كبيرا من المؤمنين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. ليس إلا الحب يملأ قلب الإنسان، هذا هو الشعار الذي اتخذه الشدياق باسل برانسي ابن بلدة الرينة في الجليل. بأجواء ملؤها الفرح احتفلت البطركية اللاتينية بالرسامة الشماسية الإنجيلية الجديدة، حيث ترأس غبطة البطريرك بيير باتيستا باتسابالا القداس الاحتفالي بمعاونة عدد كبير من الأساقفة الأجلاء وكهنة البطركية اللاتينية وكهنة مختلف الكنائس وكهنة الجليل ورئيس المعهد الإكليريكي وكاهن الرعية والشمامسة وطلاب المعهد الإكليريكي، وبحضور عدد كبير من الراهبات وممثلي الكنائس والمؤسسات والكشافة والجوقة التي أحيت القداس.
وذوي الشماس من الجليل ومشاركة الأمانة العامة للشبيبة الأردن وفلسطين وعدد كبير من المؤمنين. القداسة رتبة الرسامة الشماسية بعد الأسئلة من غبطة البطريرك حيث استلقى الشماس أرضا وبكل خشوع وفرح داخلي مع ترتيلة طلبة جميع القديسين. وبعدها دنا الإشبين الأب برنارد بوجي من المرشح وساعده في ارتداء البطرشيل والدلماتيكا وهو لباس الشماس الإنجيلي الرسمي بحسب الليتورجية اللاتينية واستلم الكتاب المقدس من غبطة البطريرك ليكون دستور حياته وبقبلة السلام من غبطته للشماس الجديد باسل والتي هي دلالة لانضمامه لجماعة الشمامسة الإنجيليين المكرسين لخدمة الهيكل. وعمت الزغاريط أرجاء الكنيسة وعانق الشماس والديه بكل حب وفرح وسلام داخلي. وفي نهاية القداس بارك غبطة البطريرك هذه الرسامة الجديدة وتم أخذ الصور التذكارية في الكنيسة. وبعد القداس توجه الموكب وعلى وقع عزف الكشاف إلى باحات المعهد الإكليريكي لتقديم التهاني للبطركية اللاتينية والشماس الجديد ولذويه. ليس إلا الحب من يملأ قلب الإنسان، هذا ما أخذته شعاراً لإلي في رسامتي الشمسية، لأنه شفت أنه الحب هو اللي بيجعل الإنسان سعيد دائماً، لأنه ثمرة الحب هي الفرح، فعشان هيك لازم نضلنا ممتلئين من الفرح. وبحس بأنه الدعوة اللي بيختارها الشخص لأيا كانت بأي اتجاه دون حب هي مش دعوة، فلازم نضلنا دائما ممتلئين من الفرح والله يخليكم. بشعر بفخر كبير كبير كبير، يعني أنه ابني اليوم وهب حياته لله، اليوم ابني تقريبا صار كاهن وإن شاء الله يا رب يتمم دعوته ويرتسم ويصير خوري بكل معنى الكلمة. وكثير إحنا فخورين فيه انه اسا صار كاهن شماس انجيلي، وان شاء الله ان شاء الله نشوفه احلى كاهن بعد في الرسامه الكهنوتيه، وان شاء الله نشوفه احلى كاهن والكل مبسوطين. وهي نعمه لكل العيله، للبلد، لكل عيلته، لعيلته، لاقاربه، ربنا يوفقه ويحميه. فلتفرح السماء وتتهلل الارض لرسامه شاب جديد لخدمة هيكل الرب. احنا اليوم فرحتنا كتير كبيرة برسامة شماس من المعهد الإكليريكي باسل حنا برانسي من رعاية الريني. اليوم تأملنا كان عن قلب يسوع المفتوح المطعون، وأعطاني دليل على محبة يسوع للعالم. ونحن في كنيسة الأرض المقدسة أغنياء، لأنه ربنا هذا القلب المفتوح دائما عم بعطينا حياة جديدة وعم بعطينا حياة مليئة ووافرة. نشكر الله على جميع نعمه وعطاياه، وبنطلب منه أنه دائما يضل يدعو عمل صالحين إلى كرمه كما دعا التلاميذ الـ12 وتبعوه بمحبة ومجانية كبيرة. ندعو كل الشباب والصبايا اللي بتابعونا على الفضائيات المختلفة وخاصة نورسات أنه يذكروا دائما محبة الله في حياتهم، وأنه ما في شيء ممكن إلا مع الله، ما من شيء يعجز الله. وربنا يباركوا دائما، إن شاء الله العطاء يكون دائما وافر في حياتكم، والفرح زي ما هو فرحنا اليوم كبير يكون فرح دائما في حياتكم في بيوتكم، ربنا يحميكم دائما. للنورسات مارلين الحدوة من باحات المعهد الإكليريكي بيت جالة. وفي الأرض المقدسة احتفل أبناء المعهد الإكليريكي في بيت جالة بارتداء الثوب الإكليريكي لاثنين من الإكليريكيين،
هما سلامة عازر وفادي يوسف فتال، وذلك خلال قداس احتفالي أقيم بهذه المناسبة في كنيسة سيدة البشارة في بيت جالة. ترأس احتفال رتبة ارتداء الثوب الكليريكي المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتين في القدس بمعاونة عدد من كهنة المعهد الكليريكي، وبحضور حشد من الطلبة وذوي الطالبين عازر وفتال وجمع من المؤمنين. كما شارك في القداس الاحتفالي طلاب المعهد من خلال الخدمة الليتورجية والتراتيل التي أضافت جوا من الفرح والخشوع. واختتم القداس بتجمع الطالبين وذويهم والكهنة سويا مهنئين المعهد الكليريكي والبطريركية اللاتينية بهذا اليوم المليء بالنعم. مبارك للطالبين ارتداء الثوب الكليريكي وإلى الأمام على درب الكهنوت. اختتمت في عمان فعاليات مؤتمر عمل الشرقي حول التعليم الكاثوليكي في الشرق الأوسط ومستقبل الشباب في المنطقة، الذي استضافته كلية تيرا سانتا بالتعاون مع السفارة الفرنسية. وألقى سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن كلمة أكد فيها أهمية انعقاد هذا المؤتمر لبحث عدد من الموضوعات التي تعيشها مدارس المنطقة، مشيرا إلى أن التعليم يشكل دائما جزءا هاما من مهمات الكنيسة، وأن الموضوعات التي طرحها المؤتمر كانت بالغة الأهمية. من جانبها أوضحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار أن المدارس المسيحية في الأردن اعتبرت في رسالتها التربوية أن الجميع في المملكة مواطنين صالحين، وهذه المواطنة الصالحة هي نتيجة وجود قيادة أردنية هاشمية آمنت بأهمية دعم الوجود المسيحي في كل العالم العربي. هذا وشاركت في المؤتمر الذي يهدف إلى مساعدة ودعم المسيحيين والمدارس الكاثوليكية في الشرق الأوسط وفودا من لبنان والعراق وسوريا ومصر وفلسطين بالإضافة إلى الأردن. ناقشوا على مدى يومين بحضور شخصيات دينية ورسمية عددا من التحديات التي تواجهها العملية التربوية في المنطقة. سعدنا في هالسنة في هالأيام أن نستقبل هذه المؤسسة الكاثوليكية التي تسمى أعمال الشرق أو إيفر دوريون في تيرا سانتا، ونحن بنحتفل في اليوبيل الماسي للكلية 75 سنة من وجودنا كمؤسسة تربوية تعليمية في عمان الأردن. نحن سعداء في استقبال هالمؤسسة الكاثوليكية التي تعنى في مساعدة المدارس الكاثوليكية والمسيحية أيضا في بلدان شرقنا العزيز، واستقبال كل الوفود القادمة من دول الشرق الأوسط، لبنان، العراق، سوريا، فلسطين، مصر، من أجل الوقوف عند رسالتنا التعليمية وأهميتها ودراسة منسميها التحديات والصعوبات اللي نحن منواجهها اليوم، لحتى نطلع في خلاصات بتدعم وبتساعد أكثر عملنا التعليمي والتربوي اللي بيصب في مصلحة الطالب اللي نحن بنعتبره هو محور ومركز عملنا أو رسالتنا التعليمية في مؤسساتنا في مدارسنا الكاثوليكية في كل بلدان الشرق الأوسط العزيز الغالي علينا. نتمنى التوفيق للجميع ودوام النجاح لمدارسنا المسيحية الكاثوليكية التي تستقبل الجميع من غير تمييز، وتقدم الخدمة اللائقة في رسالتها اللي بتشهد عن محبة الله تعالى للجميع في روحانياتها المختلفة والغنية. التوفيق للجميع، وكل سنة وأنتوا سالمين وشرقنا العزيز في سلام وأمان. حقيقة هالمؤتمر مكثف كان وإله فايدة كبيرة تنفتش عن أسباب هجرة الشباب المسيحي من الشرق الأوسط، وشو الطريقة يلي لازم نعملها حتى نخفف من هالهجرة هيدي ونعطي شبابنا أمل وتلاميذنا أمل بالبقاء ببلدهم. بدنا نشدد على دور العائلة والمدرسة في تعزيز ثقافة المواطنة عند تلاميذنا، وثانياً بدنا نحط يعني نوع من الرجاء بقلبهم أنه هن بنات مستقبل هالوطن، إن كان بلبنان أو بالأردن أو بسوريا أو بفلسطين. هن إذا هاجروا وتركوا هالأرض ما في عنا مستقبل لشبيبتنا. بالتالي نحن عم نحكي فيه هلأ أنه نفكر سوا
شو منقدر نعمل لحتى نزرع الرجاء بنفوس هالطلاب بمدارسنا الكاثوليكية؟ المؤتمر عم يطرح معضلة عم بيعيشها كل العالم العربي نتيجة هجرة الشباب إلى الخارج. لذلك السؤال المطروح هو كيف ممكن للمدارس بشكل عام ومدارسنا الكاثوليكية بشكل خاص تساهم بإبقاء الشبيبة بأرضها وخلق هذه اللحمة في قلب الشبيبة بأرضهم حتى إذا ما اضطروا إلى الهجرة يعودون بأقرب فرصة أو يساهمون في دعم الاقتصاد المحلي. كتير أساسي هالعمل اللي عم بينعمل إضاءة على مخاوف كتيرة بحياة الطالب، ولكن بنفس الوقت نحن بحاجة نربيه على المواطنة، نربيه على الأخلاق، مش بس المستوى العلمي يكون هو الهدف بحياته. من هون بهاللقاء التقينا من كل المدارس بالشرق من عدة بلدان، هذا الشيء بيخلينا نشوف أنه في اختلاف بالأراء، في اختلاف بالمخاوف، ولكن الهاجس واحد أنه كلنا نحن معرضين بهالشرق أنه نوعا ما نخسر العصب المسيحي والعصب اللي هو موجود بقلب هالبلدان. من هون بنشكر كل الأشخاص اللي نظموا هالمؤتمر، بنشكر الأشخاص اللي استضافوا، بنشكر نور ساتي اللي عم تضوي كمان على هيدا المؤتمر، وإن شاء الله من خلال هالمؤتمر يكون في خلاصات إيجابية نقدر نحن نتعامل مع طلابنا، مع أحبائنا، مع أهلنا، لأنه كمان الأهل بيلعبوا دور كتير أساسي ومهم. مخاوف الأهل بتنعكس سلبية على الطالب، هيك الطالب بيصير خيفان على مستقبله، على نجاحه إذا قادر يستمر. من هون بيكون في خوف أنه يترك بلده لأنه مش قادر يستمر ببلده يلي هو الأساس بحياته المستقبلية. احتفل الأب وسام منصور من كهنة البطريركية اللاتينية في الأردن بذكرى مرور 20 عاما على رسامته الكهنوتية وخدمته الرعوية في العديد من رعايا المملكة. وقد أقيم بهذه المناسبة قداس إلهي في كنيسة مار يوسف جبل عمان، ترأسه الأب وسام منصور بمعاونة عدد من الأباء الكهنة وبمشاركة جوقة الكنيسة وبحضور عدد من الراهبات وعائلة الأب وسام منصور وجمع من أبناء الرعية. الرب يبارك خدمتكم ويسدد على طريق الرب خطاكم. عالم اليوم وإنسان اليوم بحاجة لشاهد، لإنسان عايش هاي الكلمة، عايش هاي الخبرة الروحية. فلهذا السبب لما نحتفل بعشرين سنة كهنوت حتى نتذكر كل نعم ربنا وكل عطايا ربنا اللي تمت، وما نوقف فقط عند بعض المحطات أو عند بعض الأزمات اللي ممكن تكون حاجز أمام شهادتنا لقداسة كنيستنا ولقداسة إيماننا اللي بيبرز من خلال مسيرتنا مع الرب وحضورنا مع الرب. فنعمة الكهنوت بحاجة لشكر ربنا دائما وباستمرار حتى ما يكسر المجتمع فينا هاي النظرة للمثال والقدوة الموجود بيناتنا. إذا بتلاحظوا كل الأمثلة وكل النماذج في مجتمعنا انكسرت، قديش كان مكان المعلم عالي، قديش كان قدوة لجميع الناس، هلا صار مجرد موظف. قديش كانت مكانة الأم ومكانة الأب عالية في حياتنا، ولكن هلأ صاروا مجرد أشخاص بأمنوا الأمور وحاجات أساسية لأولادهم. نفس الشيء الكاهن، كم كانت مكانة ودور الكاهن عالي في حياتنا وفي مجتمعنا، عم نفقد هاي النظرة للقدوة اللي موجودة في حياتنا. فصلاتنا اليوم إنه ربنا يعزز فينا هذا الإيمان ويعزز فينا هذا التقدير وهذا الشكر والعرفان لنعمة ربنا اللي موجودة بيناتنا من خلال سر الكهنوت المقدس. بمناسبة عيد القديس أنطونيوس البدواني شفيع حراسة الأراضي المقدسة، ترأس الأب فرانشيسكو باتون حارس الأراضي المقدسة القداس الاحتفالي الذي أقيم في كنيسة دير المخلص في القدس بحضور غبطة البطريار بير باتيسا باتسابالا والمطران ويليام الشوملي وحشد كبير من المؤمنين.
ولد القديس البدواني عام 1195 في لشبونة بالبرتغال من عائلة نبيلة وغنية سمحت له بالدراسة في وقت كانت الأمية شائعة، وانضم بعد دراسته إلى جمعية الصليب المقدس في بلاده، وأعجب بحياة الرهبان الفرنسيسكان الذين التقى بهم، كما أعجب الرهبان ببلاغته ومعرفته بالكتب المقدسة. قام القديس أنطونيوس بالتدريس والوعظ وأصبح الرئيس الإقليمي لشمال إيطاليا، وفي عام 1920 أعلنه البابا بنديكتوس 15 شفيعاً لحراسة الأراضي المقدسة. استقبلت دار الكتاب المقدس في عمان سفير الكرسي الرسولي في الأردن جوفاني بيترودال للتعرف على الخدمات والبرامج التي تقدمها الدار والشراكات مع الكنائس والمجتمع الأردني. وقدم الأمين العام السيد منذر رعمات عرضاً مفصلاً عن البرامج والمخططات المستقبلية للدار، مشيراً إلى أوجه التعاون والشراكة بين الاتحاد العالمي لجمعيات الكتاب المقدس والفاتيكان. ثم ناقش الحضور دور المؤسسات المسيحية ومساهمتها في تعزيز الحضور المسيحي وخدمة المجتمع الأردني واللاجئين. بعد ذلك قام سعادة السفير بزيارة مكتبة دار الكتاب المقدس بموقعها الجديد في شارع الرينبو، حيث يتوفر فيها الكتاب المقدس بأكثر من 27 لغة وأكثر من 2000 كتاب بمصادر وعناوين مختلفة. تواصل رعية اللاتين جبيها مسيرة التنشئة التي بدأتها، وذلك بالتوازي مع مسيرة السينودوس للكنيسة الكاثوليكية والتي تحمل شعاراً لها: شركة ومشاركة ورسالة. وضمن هذا السياق أطلق كاهن الرعية قدس الأب سامر مدنات في الأحد الحادي عشر من الزمن العادي المسمى بشهر الإرساليات الدعوة لأبناء الرعية لأن يكونوا هم وأبناؤهم أيضاً رسل نوراً لنشر بشر الملكوت الحب والسلام أينما حلوا. وفي عظته بحضور جمع من المؤمنين أوضح الأب سامر أن الإرسالية هي نعمة ودعوة في الأساس، وعلى كل واحد منا أن يكتشف دعوته في الحياة وأن يعيش هذه الدعوة لملئها بما يحقق خلاص نفسه وخدمة الآخرين. ضمن حلقات كنيستي يسرنا أن نخصص حلقتنا لهذا الأسبوع حول كنيسة مارلياس للروم الملكيين الكاثوليك الواقعة في جبل الحسين بعمان، والتي بنيت عام 1949 بإسهام من أبناء الرعية وجهود أهل الخير، ولها دور رائد في خدمة أبناء الرعية. نورسات زارت الكنيسة وعدت التقرير التالي. نصل اليوم ضمن سلسلة حلقات كنيستي لكنيسة مارلياس للروم الملكيين الكاثوليك في منطقة جبل الحسين قلب العاصمة عمان، لنتعرف وإياكم على تاريخها النير والبهي منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا. يا كنيسة يا مجيدة أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. تأسست الكنيسة عام 1949 في عهد جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، وببركة من مثلث الرحمات المطران ميخائيل عساف، على قطعة أرض تبرع بها السيد إلياس سيور وزوجته، لتصبح الكنيسة الرومية الكاثوليكية الأولى في المنطقة، حيث خدم على مذبحها في البداية قدس الأب المتنيح يوسف بيطار الذي أكمل أعمال التشطيبات النهائية فيها. شيدت الكنيسة على مساحة 200 متر حيث يبلغ طوله 20 متر بعرض 10 أمتار وبارتفاع 13 مترا. تعاقب على خدمتها العديد من الآباء الكهنة الأجلاء الذين وضحت بصماتهم في أعمال الأبرشية. الكنيسة هي كنيسة وبرافقها أيضا كلية رهبات الناصرة. كنيسة مارلياس كنيسة طبعا بمساعي مثلث الرحمات المطران ميخائيل عساف تقريبا سنة 1949،
بلشت هناك جهود لإنشاء كنيسة تخدم سكان المنطقة، وبرافقها أيضا مركز تعليمي، صرح تعليمي هام وهو اسمه رهبات الناصرة. طبعا القصة بلشت من الويبدة. الويبدة كان مركز عندنا كمطرانية ومركز لمدرسة صغيرة أساسية. هالمدرسة كبرت وتطورت، فأدوا أنه ينقلوا هالمدرسة بجانب الكنيسة الموجودة بجبل الحسين. طبعا الكنيسة تبرع فيها السيد إلياس السيور بجهوده، طبعا من أصل سوري، قام بشراء الأرض وتبرع ببناء هذه الكنيسة بمساعي أيضا قربه من المطران عساف، وأوكلوا هالمهمة لكاهن في ذلك الفترة اسمه الأب يوسف بيطار، اللي كمل مساعي هاي البناء والأسس المتينة. هلا ميزة المكان هو مليء بمعظم العائلات المسيحية بتوافد إلها، وبقربها من المدرسة استطاعت إنه يكون في أيضا أشخاص أصدقاء من مسلمين ومسيحيين، وهذا الشيء شاهد بأحداث عيد الميلاد، منشوف من طالباتنا المسيحيين والمسلمين بزينوا شجرة عيد الميلاد، لا بل كورال المدرسة مسلمين ومسيحيين، علامة العيش المشترك. وأيضا بأعياد حتى الفصح والميلاد كثير من جيراننا من إخوتنا المسلمين بيقدمونا مرات مساعدات أو عينية بخصوص المساهمة. بنيت الكنيسة على شكل صليب، وتميزت بأيقوناتها البهية التي دشنت في عيد النبي إيليا عام 2015 ببركة القائم بأعمال سفارة الفاتيكان المونسنيور روبرتو كونا، وبمساهمة أبناء الرعية المحسنين بجهود كاهن الرعية الأب مودي هنديلي، حيث تعددت الأيقونات لمراحل الآلام للسيد المسيح وللقديسين، فأطفت جمالا وروعة عند الدخول إليها. يفصل الهيكل عن صحن الكنيسة حائط الأيقونوستاس الذي أنشأه الأب ياسر عياش، الذي أصبح لاحقا نائبا بطريركيا على كرسي فيلادلفيا وبعدها في أورشليم القدس. الكنيسة قديما كانت عبارة عن حائط فقط، جدار تخلو من هاي الرسومات والأيقونات. طبعا على عهد صاحب السيادة المطران ياسر العياش الكلية الوقار النائب البطريركي، قام أيضا بمساهمته وبجهود أبناء الرعية بأنهم يقوموا ببناء هذا الإيقونوستاس اللي أنتوا شايفينه، وأيضا بتبرع سخي من أبناء الرعية وجهوده بوضع هذه الأيقونات اللي تمثل حدث مهم بأحداث وعقيدتنا المسيحية في الفن التصويري المقدس. الكنيسة مرت بموضوع الأيقونات بثلاث مراحل. المرحلة الأولى قبل الإيقونوستاس كان هناك لوحات مرسومة باليد بنيويورك من عام 50 إلى عام 59، مقدمة من بعض أبناء الرعية، وكل لوحة موجود عليها اسم هالعائلة اللي قدمت هذا الشيء. فالمرحلة الأولى هي عبارة عن لوحات مرسومة باليد من فنانين معروفين. المرحلة الثانية هي الإيقونوستاس الموجود أمامنا، بتضم الرسل، بتضم مجموعة من الأيقونات، الصلب، القيامة، التجلي، البشارة، المعمودية، أحد الشعانين، طبعا شغل لبنان ومرصوعين بالذهب، وكل أيقونة لها قيمة روحية وإيمانية. هلأ المرحلة الثالثة من الأيقونات حديثة، تم استحداثها بال2015 بمساعي من أبناء الرعية، وكان الهدف أنه
نترك بها الكنيسة اللي بعراقتها وإرثها وأصالتها، نترك نوع من الخشوع، نوع من التأمل. المؤمن يدخل على الكنيسة للصلاة للتأمل، وبالفعل استطعنا أنه بجهود أبناء الرعية ومساهمتهم نعمل أيقونات فوق الإيقونوستاس، أيقونة البشارة. طبعاً الجزء على الشمال العلوي يخص السيد المسيح من الولادة ومعموديته وأحداث معجزات قام بها السيد المسيح. الجزء الشمال العلوي طبعاً الأيقونات العلوية تخص السيد المسيح بالدرجة الأولى، تخص كل أحداث أسبوع الآلام من أحد الشعانين دخوله إلى أورشليم، من الصلب إلى القيامة. طبعاً الجزء السفلي نحكي يمين شمال بضم مجموعة من قديسي الكنيسة الشرقية والغربية، رجال نساء أطفال. وزي ما منشوف بالسقف بالأعلى في أيقونة العنصرة والصعود، وإن شاء الله نطمح بالمستقبل أنه يتم تكميل هذه الأيقونات المقدسة بترتيب وتظبيط تكميل القبة، القبة اللي فيها ضابط الكل. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك نوح ملجأ لكل الخطى. الكنيسة تقريبا مساحتها 200 متر، طولها 20 متر ب10 متر. وهي الكنيسة ميزتها إنه الأشخاص اللي بيرتدوا عليها وبيجوا بيصلوا هم روم أرثوذكس وروم كاثوليك وسريان وأرمن. تقارب المدرسة من الكنيسة عامل كتير مهم. والأجمل من هيك بأنه هالكنيسة شاهدة حية على توافد كثير من المؤمنين، وبحضارتها وبالآباء، كل الآباء اللي خدموا بهالكنيسة. أذكر أبونا ميشيل شقور، أذكر أبونا باسيليوس جنداري، أذكر سيادة المطران ياسر العياش، الأب خالد شعبان، الأب منعم بواب، وجهد كبير للأب يوسف البيطار، وأنا حالياً موجود. فنعمة كبيرة أن أخذ هذا الإرث من الآباء والأجداد بأن أتابع هذه المسيرة في هاي الكنيسة المليئة نعمة، وبشفاعة مار الياس النبي الأردني من تشبت من جلعاد، بأن نستمر بالخدمة وبالعطاء. سميت الكنيسة بمار الياس نسبة للياس سيور وزوجته أولكونت اللي تبرعوا بهذه الكنيسة بهذا المكان المقدس. ومنشوف في الخارج على جرسية الكنيسة فوق موجود تاريخ البناء ومحطوط برج سيور، موجود برج سيور. في تعاليمك المضيئة أنت سراج الطريق، وبأسرارك النفيس ضحنا يسوع الرقيق. رعية الحسين طبعاً عبر التاريخ مناطق الحسين وجبل عمان والويبدة بالهجرة السكانية وتوسع عمان، مش إنه فقدنا عدد من أبناء رعيتنا، ولكن صار التوجه الأكثر من المؤمنين لعمان الغربية، فعدد أولاد الرعية اليوم ضئيل تقريبا من 50 إلى 60 عيلة. ولكن الشيء الأجمل بأنه سكان المنطقة الحوالين الكنيسة بيجوا بيصلوا بيشاركوا بقداديسنا الثلاثة يوم الأحد الساعة 7:30 صباحا والساعة 9 والساعة 6 المساء،
وطبعا أرثوذكس، كاثوليك، سريان، أرمن، من المهجرين العراقيين، من المهجرين السوريين. فالكنيسة تفتح أبوابها لكل المؤمنين اللي بيجوا بيصلوا. فعدد رعية محدد ما في عدد رعية. في ناس بيجونا بيصلوا من الفحيص، في ناس من دوار الثامن، الخامس، من جبل عمان، من طبربور، من كافة المناطق عم بيجوا بيصلوا، بربطوا تاريخ حضورهم بهالكنيسة، درسوا بالمدرسة أو تركوا أثر كتير إيجابي وحلو. ومنعرف أنه اليوم تحدي في رعاية عم بتذوب، في رعاية عم بتذوب، ومنشوف بعمان هالزحف باتجاه مناطق طريق المطار. فبالرغم من هيك نشكر الله على وجود هاي الكنيسة بصرحها وبروحانيتها وثباتها. تحوي الكنيسة من الداخل على ذخائر للقديسين وقطعة صغيرة من خشبة الصليب المحيي المكرم، كما تعمل لجان الرعية من أخوية أم النور وجوقة مشوار مع يسوع وشبيبة الكنيسة بجد واجتهاد على مدار العام في المناسبات الرسمية والأعياد الكنسية. طبعا الكنيسة تحوي على ذخيرة مهمة، هي ذخيرة الصليب الكريم المحيي المقدس. موجودة هاي الذخيرة ومحفوظة في هذه الكنيسة المباركة. وأيضا الكنيسة تحوي على ثياب الكهنة، ثياب الكهنوتية للكهنة اللي خدموا بهاي الكنيسة. فداخل الأقونوستاس في غرفة خاصة تحوي هاي الأواني المقدسة القديمة محفوظة، وأيضا ثياب الآباء الكهنة اللي خدموا على مر هالعصور بهذه الكنيسة المباركة. المرافق المحيطة بالكنيسة، في عنا كنيسة مبنية تقريبا على 8 دونمات. بجانب الكنيسة في مدرسة كلية رهبات الناصرة، وطبعا هذا أهم المرافق الموجودة. وتعتبر الكنيسة في قلب عمان، قريبة جدا أيضا على العبدلي أيضا اللي بيحوي على مجلس الشعب، مجلس النواب ومجلس الأمة، وقريبة أيضا بهذا المراكز روحية بقريبة من الكنيسة، مركز الأباء اليسوعيين، دير الرهبات الكومبونيات، دير مدرسة ديليسال الفرير، دير الرهبات الفرانسيسكانيات. فالمنطقة تشع بقداسة وبركة من أديرة ومن بيوت مراكز للرهبان والرهبات. الفعاليات الرعوية، عندنا مجلس رعوي يشهد له بنشاطه وغيرته، أيضا أخوية أم النور بوجودها وحضورها ومواكبتها لكل هالأحداث، وأيضا الشبيبة بغيرتها وسهرها. ففعاليات الكنيسة ترتبط بهمة ونشاط الكاهن، كل ما الكاهن كان نشيط وقريب من المؤمنين استطيع أنه يكمل بمسيرة الفعاليات والنشاطات والشبيبة. كسنديانا باسقة تعانق السماء بروحانيتها وهيبتها، فاحفظ يا رب بيتك وبيعتك من الآن وإلى دهر الدهور، آمين. في كل ضيق ملجأي، في كل ضيق. أكد رئيس أساقفة أبرشية إربيل الكلدانية المطران بشار متي وردة في عدة قداس احتفالي بعيد قلب الأقدس في باحة مزار مار إيليا بعنكاو أن الرب يعرف أننا نتوق إلى من يخلصنا من التعب ويبعث في قلوبنا الطمأنينة ويمنحنا سلام الفكر.
ولفت وردة إلى أن الاحتفال مع الآلاف حول العالم هو علامة على أننا جميعاً نريد أن نتعلم من ربنا يسوع كيفية حمل الأثقال معه لترتاح أنفسنا، ونبه أن دعوة الرب لوداعة القلب تعني العيش كالأطفال الذين لم تتشوه براءتهم بنفاق الكبار. واستطرد رئيس أساقفة إربيل قائلاً: الإنسان الوديع والمتواضع القلب يعرف دائماً كيف يشكر قبل أن يتذمر. إلى هنا مشاهدين وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها: إرادة ملكية بتعيين قضاة في محكمة الكنيسة الإنجيلية الأسقفية العربية. البطريرك ثيوفيلوس يرعى حفل تخريج طلبة الثانوية العامة لمدارس البطريركية في الأردن. الكنائس الكاثوليكية تحيي الحج المسيحي إلى مزار سيدة الجبل. بطريركية القدس اللاتين تحتفل بعيد القديس أنطونيوس البدواني. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني newsatjo.org. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.